وصلنا إلى 60 زين، وبعد 60 إيش؟ هذا 60 شلون 60؟ هنا 60 حلو، هذه 60 الآن، وبعد 60 61 ما شاء الله لا إله إلا الله، اللهم زد وبارك، ثم 62 ما شاء الله ما شاء الله، ثم 63 إن شاء الله 64 واصلين، ثم 64 ما شاء الله ما شاء الله زين. تعال من أبخ واحد من تعال أبو مازن حط 65 بيدك إن شاء الله عشان إن شاء الله هل نتفائل إن شاء الله البركة. عمرك طويل الله يبارك فيك. 65 ها اللهم بارك 65. أبو مازن يا سلام، وهذه أيام عطاء وأيام بذل وخير، تسلم أبو مازن. وحنا اليوم إن شاء الله جاتكم رسائل الرواتب اللي في الموظف أكيد جاء رسائل رواتب، حتى لو متقاعد يجيك جيك دراهم يجيب واحد واحد، فالله الله خميس وترفع فيه الأعمال ويوم فضيل يا سلام، والمشروع مبارك سقي الماء، خلى إن شاء الله الله عز وجل يبرد علينا وعليكم في جنات النعيم. أصلا الجو الآن الحرارة زادت صحيح، والأجواء يعني فعلا السقي كل ما كان الحر والله تمر على هالعمالة اللي في الشوارع، كيف الناس في المدينة وفي الحرام وبعض الناس، ترى أنا على فكرة مرة حسبنا بعض السكن بعض الإخوة الحجاج أو المعتمرين من وين يأتون، أو حتى زوار قبر الرسول بعضهم من 5 كيلو 4 كيلو، ترى احنا متعودين نسكن دائما قريبين جدا، لكن في تخيل هذا كم يحتاج من علبة ماء، الله حسبناها هذيك اليوم حدود 7 إلى 8 علب ماء وهو ماشي هال5 كيلو وال4 كيلو، يسكنون في أماكن بعيدة جدا جدا سواء في مكة ولا في المدينة. الله يحفظها أبو هادي. الآن أبو تركي الله يزيده ولا يبيده ويكثر خيره، أكرمنا بهذا الماء وكرمنا بالفاكهة وملكنا بطيبة، كيف من يكرم ضيوف الرحمة؟ الله أكبر. الآن اللي كانوا في مكة وفي الحج الآن اتجهوا للمدينة صحيح، والماء اللي بيستقبلهم يستقبل الحجاج ضيوف الرحمن، فأنت الآن تتمنى أنك تكرم واحد ضيف الأمير تبغى تكرمه، إذا جاء عند أميركم ولا عند الكبير ولا عند الشيخ جاء عنده ضيوف تتمنى أن هذا الشيخ أو الرجال اللي جاء ضيف الله أنك تكرمه، ويكون أنت الآن الله فتح لك فرصة أن تكرم وأن تسقي ضيوف الرحمن، وفي أفضل البقاع وفي أماكن تضاعف فيها الحسنات، وفي أوقات المسلم هذا اللي جاي للطاعة في أشد الحاجة على أن يشرب ماء، وحن جرب نظمة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سقى مسلما ماء على ظمأ، شف شربة ماء على ظمأ سقاها الله من الكوثر، كل الأمور عندك والآن يسره. والله العظيم أنا أتكلم عن نفسي، البارح كنا في جروب أن الله يجزاكم يجزاه خير، فطرحنا موضوع السقيا، قلت أنا سهم عني كذا كتبت لأن حاط بيان، قلت سهم عني وسهم عن أبوي وأمي وسهم عن زوجاتي وسهم عن أولادي وسهم عن أصدقائي، حطيت 5 أسهم 6 أسهم، بعدها سبحان الله بدأوا اللي تحت، هذا سهم عني وهذا سهم عن أولادي وهذا سهم عن زوجتي وبنتي وهذا سهم، فلذلك الآن حط لك أسهم لنفسك ولأمواتك ولأحيائك ولمحبيك لعلك تشرب من ماء الكوثر أنت وياهم يوم القيامة، الله يجعلنا وإياكم مباركين. الله يرفع. ب100 ريال سهم معنا في تبريد وتجهيز وتوزيع 200 قارورة مياه عبر الحسابات التالية.